نجم المنتخب الوطني الجزائري سفيان فغولي يواصل تحضيراته للموسم الجديد مع ناديه فالنسيا. فغولي شارك لشوط واحد خلال مباراة فريقه الودية أمام نادي بنفيكا في إطار بطولة الإمارات الودية التي ينظمها نادي أرسنال الإنجليزي كل عام، قبل أن يستبدله مدربه مع بداية الشوط الثاني. ورغم نهاية الشوط الأول بتأخر الخفافيش أمام النادي البرتغالي، إلا أن فغولي قدم مردودا مقبولا على العموم قبل أن يعود النادي الإسباني بقوة ويقلب الطاولة على منافسه في المرحلة الثانية من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد لصالح الإسبان.